طوابير الناس كل حامي كل واحد حامل قلنه مشان يعبي بنزين هذا ببلاش. طلعوا بالله طلعوا الاواعي كراتين معبية ملابس هناك للأكل. الكل بيشتغل والكل بيقدم، الكل بيخدم في بلده وفي شعبه. وللأسف أبصر مين هذا في الطيارة؟ شو بتنقل هاي؟ الله أكبر الله أكبر. شو هاد شو هاد ورغم اني مرشح لكن حبيت اني اجي هون على البحر. هذا قارب قالب جريته العاصفة على الرمل. هذه طيارة جيش هليكوبتر جيشية. تروح اشوف لي طاقية على الاقل. الاطفائية مستعدة والامبولانس الاسعافات مستعدة والشرطة مستعدة والمتطوعين مستعدين الكل جاي. والله الكل بيخدم، الكل يعمل لصالح البلد. والله ما قصروا. ما قصروا. بلا هيك في بلادنا ب
بيجيبوا تانك بنزين بهالحجم هذا وبوقفوه على في المنتزه وبصفوا الناس على الدور كل واحد يعبي القلنو. هذول بيتبرعوا في سندويشات، شايفين هاي البنت وهالشباب كل واحد حامل صينيه مليانه سندويشات. بنعود وبنقول بارك الله في امريكا وفي شعب امريكا. God bless America. That's all. يعني ما عرفناها وعرفنا خيرها إلا في هذه المحنة وهذه المصيبة التي أصابت ستاتن آيلاند. فنحن ما دخلنا فيه سياسة أمريكا الخارجية، المهم في الداخل الكل يعمل لشعبه. Pacific Tank Line. طلعوا وكأنه في معصرة الزيت في بيته. Fuel relief fund. www.fuelrelieffund.org.